ما عنديش بزاف على راس الفريق، وكما قلت الاسبوع الماضي صعب جدا باش تسير فريق من المدرجات. توجو الميساج يلحقوا الروطار، دونك هذا عائقنا رقم واحد. نقول النقاط، 3 نقاط ثمينه، بصح مازال عمل كبير 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 ينتال الفريق من كل الجوانب. يعني مانيش ننتقد في الناس، بصح ما راهمش خادمين، يعني في كاع لي، يعني في كاع لي بلون، سواء تكنيكمون ولا تكتيكمون ولا ما فيزيكمون، رانا نحاولوا باش نصلحوا. نظن ما يخفاش عليكم عندنا مقابلتين تاع كاس في ظرف في اسبوع، غادي يلعبوا 3 مقابلات. نظن هذا ثاني خاصنا نعاودوا نشوفوا اللاعبين اللي ما لعبوش باش نحاولوا نريحهم. بسم الله الرحمن الرحيم، ما يخفاكمش باللي ادينا مقابله كبيره كونتر اون ايكيب تعرف تلعب بانو، وين هذا ماتش بي اس وي كان لازم علينا نديروا ديكليك كونتر ليهم. ما تقلقناش، حطينا بالون وين مكتوب جابها الجاميط وسجلت الهدف، وهذا كاع بفضل الاصدقاء تاعي، ومازال الخير قدام ان شاء الله. ونقول كلمتنا في هذه البطوله ان شاء الله. احنا راك تشوف المسافه اللي عندنا من بشار الوهران، التعب هو اللي كان المشكل، العائق الوحيد. كانت عندنا مشاكل تقريبا، احنا تنقلنا بالامال فريق الرديف هو اللي لعب اليوم ومثلنا احسن تمثيل، لعب كره جميله، كنا قادرين نفوزوا. سجلنا الهدف الاول وكنا قادرين نسجلوا اهداف في الشوط الثاني. عامل تعب وعامل بسيشيك ما كانوش ملاح، نقدره انا ونشكره على الاداء اللي اداوه. السلام عليكم. كانت مقابله مليحه، بون لعبنا مليح وما كانتش النتيجه، لا غالب ما وفقناش ربي في النتيجه، وهذه هي ان شاء الله، وان شاء الله نعوضوها في بشار ان شاء الله. هذا ما كانش كنا قادرين نفوزوا بالتعادل، ما يلا غالب كانوا الجمعيه كانت مليحه وطاحوا علينا، وين كانوا طاحوا علينا دوزيام ميطون، ما يلا غالب ما عليهاش. بون كوراج، والماتش الجاي ان شاء الله نعوضوها في بشار ان شاء الله.